السلام عليكم. كنشكروا اول حاجه جمعيه جولدا اللي فتحت لنا هذا الفضاء. احنا كجمعيه وفراء الخير للمسانده الطبيه، التخصص ديالها نيت السكري، الحملات الطبيه سيرتو التنقيب على نسبه السكر في الدم والضغط الدموي. حنا اليوم قمو مع الساكنه ديال المحليه عمليه ديال قياس نسبه السكر في الدم والضغط الدموي. حاليا الامور غاديه مزيانه، ما لقينا حتى شي حاله اللي كتدعي للقلق. كاع الحالات اللي دازوا دابا داز تقريبا شي 30 حاله، كلهم في حاله عاديه بدون سكري. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت بمناسبه ديال تنظيم هذه الحمله الطبيه للكشف عن مرض السكري والطونسيون الدموي اللي كنقوموا به هنا في مقهى كول داون في عين السبع. بالمناسبه كنشكر جمعيه كول داون، جمعية فاعلي الخير، جمعية سفراء الخير، جريدة النبا لهذا المبادرة الطيبة اللي داروها لفائدة الساكنة المحلية هنا مناسبة هذا الفضل الشهر الفضيل. وبالتالي كيسهل علينا باش تقلب، لأن الإنسان كيكون صائم كيسهل أنك تقلب ليه الجليسيمي. السلام عليكم. كنشكروا الجمعية لأنها كتبادر هذه المبادرة بالنسبة للعبار ديال الضغط الدموي وعبار ديال السكر. وهاد الجمعيه يعني قايمه بالعمل ديالها في احسن استقبال، ولهذا كنشكروا الساكنه بانهم جاو الحضور، والله يجيب الشفاء لكل واحد. وكنشكروا الجمعيه بهذا الشهر الكريم. لهذه الجمعيه المباركه اللي دارت هذا العمل في هذا الشهر المبارك، رب الله سبحانه وتعالى هو الموفق. الله يجزيكم بخير، الله يكثر خيركم. السلام عليكم. معكم أسماء، 12 سنة. جيت اليوم الحملة الطبية باش نعبر السكر، ولقيت الحمد لله شوية لاباس، خاصة نعبروا السكر وحنايا صغار ماشي تنكبروا. طلع عمر دارك، جينا هاد الحملة الطبية باش نشوفوا المرض اللي عندنا، الله يسربيسهم على خير هادشي اللي بغينا من فضل الله سبحانه وتعالى.